من الرباط. منذ بداية تسويق الهاتف النقال بالمغرب شدد القانون على ضرورة التعريف بهوية كل الزبناء، رغم ذلك يقبل بعض الناس على شراء شرائح الهاتف الخلوي من بعض الباعة المتجولين دون الإدلاء بهويتهم، لتبقى أرقام هواتف عديدة تجهل هوية أصحابها. واخا كتكون مبيوعة عند هاد الناس هادو المتجولين تتكون ماشي معقولة، خص الإنسان يمشي ياخذها من الوكالة ديالو. مازال ناس يقدر ياخذ 20 درهم فيها 10 درهم مكالمات وداك الشيء مزيان عليه حتى هي، كاين ايجابيات وسلبيات في هذه القضيه. انا عندي بس بلا كونطرا، مي بون سافا، ما عندي حتى مشكل فيها، جوف اوكان بروبليم. شركات الاتصالات بالمغرب ستقوم بإلغاء اشتراك أي زبون في خدمة الهاتف المحمول إذا لم يدل بهويته الكاملة ويوقع على عقد امتلاك الشريحة، وذلك استجابة منها لقرار الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات. قرار يصدر في يوليوز مع التنسيق مع المجلس الإداري للوكالة، نص على باش من ابتداء من 1 أكتوبر أي مشترك اللي غيشري كارت بري باي مع عند المشغل يكون هناك تدقيق في التعريفة. دول أوروبية وعربية عديدة قامت بمنع ترويج شرائح الهواتف الخلوية، إجراء الهدف من ورائه تقليص نسبة النصب والاحتيال، وكذلك تفاديا لإزعاج المواطنين الذين يشتكون من اتصالات مجهولة الهوية. فتحت النيابة العامة في القنيطرة تحقيقا